السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام مقبول إن شاء الله منا ومنكم، وأعاننا الله وإياكم وكتبنا الله وإياكم في المقبولين هذا الشهر. اليوم أتكلم معكم في عبارة أو جملة في حديث، وهي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عبارة يوم لا ظل إلا ظله، أول ما نسمعه نحن يتبادر إلى ذهننا الظل المعروف، وأن الشيء له ظله، وهو سبحانه وتعالى منزه عن هذه الأمور، له الصفات العلى، منزه عن الشبه والتشبيه سبحانه وتعالى. فلا يجوز للعقل أو للإنسان أن يتصور تصور ما أن الظل يعني سبحانه وتعالى، لأن هذا يستلزم أن الشمس تكون يعني أمور معينة في الذهن لا تليق سبحانه وتعالى به. فالعلماء فسروا يوم يعني الظل يوم القيامة بتفسيرين أو عدة تفسيرات، أشهرها أن الظل المقصود به هو ظل العرش. وقالوا المفروض عدم الإجهاد، إجهاد الذهن في كيف يكون العرش له ظل وكيف تكون الشمس وإلى آخره، إنما هي أمور غيبية طلب منا الإيمان بها. التفسير الثاني وهو أقل، ولكن سبحان الله أنا أميل له شخصيا يعني، وهو أنه ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم اللي هو يوم القيامة. فمعروف طبعا أمره بين الكاف والنون، كن فيكون، فظل يخلقه الله سبحانه وتعالى ليظل فيه عباده الذين اصطفاهم أو اختارهم سبحانه وتعالى. فهذه هي التفسيرين أو أشهر تفسيرين لها لكلمة ظل الله سبحانه وتعالى. طبعا كيف يقال أنه ورد في الحديث الشريف إلا ظله، فنسب الظل إليه سبحانه وتعالى. طبعا هذه كيف يعني، مثلا نحن أو أنت من عبده، أنت عبد الله، إذن أنت عبده، فهذه بنفس الإضافة، هذه يعني تشبيه، حاولت أن أشبه لكم الإضافة بهذه الطريقة لكي تسهل الإجابة على هذا السؤال. أتمنى أن يكون الدرس أو الإفادة بسيطة وظريفة، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.